السلام عليكم ورحمة الله. كن سبق لي ونشرت البارحة ستوري على انستغرام بتطبيق خطير جدا، والكل أصبح يسألني عن اسم هذا التطبيق، فارتأيت أن أشارك هذه المعلومة في حسابي على اليوتيوب وفيسبوك وكذلك انستغرام. هناك تطبيق رائع جدا إخواني أخواتي، يعطيك اسم الذي قام الأشخاص بإدخالك به في على هواتفهم، وصراحة صدمت كثيرا لأنه عندما قمت بإدخال رقم هاتفي وجدت من قام بإدخالي بالأعور معرضة الله عليه. المهم سأوريكم التطبيق، طريقة تحميله وطريقة الاشتغال به. ابقوا معي. إذن إخواني، هذا التطبيق اسمه Get Contact. إذن بعد أن تقوم بتحميله، يوجد على الأندرويد وكذلك على الآيفون. إذن مباشرة بعد أن تحصل على هذا التطبيق تقوم بتشغيله. إذن مباشرة بعد تشغيل التطبيق تكتب اسم رقم الهاتف، طبيعة الحال قمت بذلك، وبعد ذلك لاحظ هذه الأسماء التي قام الأشخاص بإدخال بها. ستجد الأعور، الله يلقيها لي. هذا عادة سيكون صديقي، الأعور يعني الأعور، نعم، لأنني أرتدي نظارات. إذن هذا هو التطبيق، أتمنى من صميم القلب أن يكون قد أعجبكم تطبيق اليوم. إلى ألقاكم في فيديو قادم بإذن الله، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.